نعمة وسلام مع جميعكم، بحييكم في اسم الرب يسوع المسيح. منواصل تأملاتنا اليوم في نفس السلسلة، ما هي إرادة الله لحياتك؟ احنا شفنا عدة موضوعات، شفنا انه مشيئة الرب لحياتنا الخلاص وايضا القداسة وايضا الشكر، حياة الشكر، القلب الممتلئ اللي بفيض بنعمة وباكتفاء وقلب راضي قنوع دايما بيشكر الله. وكمان شفنا انه مشيئة الله لحياتنا ان نتغير، ولا تشاكلوا هذا الدهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم. واليوم رح اتكلم عن ايضا مشيئة الله لحياتنا هو ان نمتلئ من الروح القدس. خليني أقرأ معكم من رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس الإصحاح الخامس من آية 15. فانظروا كيف تسلكون بالتدقيق، لا كجهلاء بل كحكماء، مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة. من أجل ذلك لا تكونوا أغبياء بل فاهمين ما هي مشيئة الرب، ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا بالروح. وأنا اتكلمت عن هذا الموضوع بنعمة الرب عن الامتلاء بالروح القدس، لكن بحب أحطه في صيغة الكلام الذي يقول فانظروا كيف تسلكون بالتدقيق، يعني نسلك بدقة بضبط بعناية بحرص شديد بانتباه، مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة. نقتنس كل فرصة شراء الوقت، وطبعا نستخدم كل فرصة هي عطية من عند الرب حتى نستثمر في هذا اليوم وهذا اليوم يكون بركة. وبعدين بيكمل، لاحظ هي سلسلة نصائح سلبية وإيجابية، أو بيتكلم عن نواهي ويتكلم عن أوامر. فمثلا يقول لا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا بالروح، والآية اللي قبليها ولا تكونوا أغبياء بل فاهمين ما هي مشيئة الرب. فانظروا كيف تسلكون بالتدقيق، لا كجهلاء بل كحكماء، مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة. يعني هي دعوة للسلوك في القداسة العملية، دعوة للصحوة، دعوة للانتباه. ندرك أن حياتنا على الأرض قصيرة، مثل ما ذكرت هذا الموضوع، حياتكم بخار يظهر قليلا ثم يضمحل. والرسول بيتكلم بشكل واضح، ولا تكونوا أغبياء، يعني جهلاء أو عمى روحي الممزوج بعدم الإيمان وعدم الفهم. يعني خليك منتبه، خليك صاحي، خليك واعي إنه الوقت هذا هو عطية من عند الرب. ولا تكونوا أغبياء بل فاهمين ما هي مشيئة الرب. فإذا أحبائي، مشيئة الرب، يعني مثل ما قال الرسول بولس لتيموثاوس، إف فليعطيك الرب فهما. فإذا ندرك مشيئة الله، مشيئة الله نسلك بالتدقيق، مشيئة الله إن نكون مش أغبياء لكن نكون عقلاء، جهلاء، حكماء، فهماء، مدركين، عنا الحس الروحي، عنا التمييز الروحي، عارفين شو اللي بيصير معانا ومن حوالينا، ونعمل ما هو مرضي أمام الله. فإذا الحياة قصيرة، وكيف ممكن أنا أكون حكيم، وكيف ممكن أكون فاهم مشيئة الرب، وكيف ممكن أنه لا أسلك كما يسلك العالم بالخلاعة أو الوثنية، هو عن طريق الامتلاء من الروح القدس. عندما أمتلئ من الروح القدس، لاحظ هاي وصية، هذا أمر إلهي، وهذا الملء أحبائي هو استمرار. ينبغي أن أمتلئ يوميا لأقوم بأعمال الله يوميا. وإذا بترجعوا لموضوع الروح القدس، شفنا كيف رجال
امتلأوا من الروح القدس وكيف كانوا مستخدمين مستثمرين لمجد الرب. امتلئوا بالروح القدس انه اكون خاضع لروح الله تحت سيطرة الله مليان بحضور الله. وهذا الامتلاء احبائي هو مش مجرد انك انت بتملأ فراغ معين، مش هذه الكلمة. نفس الكلمة مثلا امتلأوا خوفا او غيظا، امتلأوا حزنا. شو يعني امتلأ خوف؟ يعني الخوف سيطر عليه. بنفس المقدار بقول خليك واعي، خليك منتبه، ولا سيما في اواخر الايام محتاج حتى يكون عندك الفهم الروحي وتكون حكيم غير جاهل، وحتى يكون عندك القدرة انك تسلك بالتدقيق، تسلك بالحكمة، تسلك بالنور، تسلك بالمحبة، تسلك كما سلك يسوع. محتاج انه تمتلئ من الروح القدس، والكتاب بقول يعني اسلكوا بالروح حتى لا تكملوا شهوة الجسد. عندما امتلئ من الروح القدس انا بكون قوي روحيا، بكون حار في الروح، بتكلم في الروح، بفهم بالروح، بفهم الامور الروحية، لانه صارت عيون اذهاننا مستنيرة لكي تمتلئ من معرفة مشيئته في كل حكمة وفهم روحي، لكي يعطيكم أن تتأيدوا بالقوة بروحه في الإنسان الباطن. كيف فيك تواجه العالم؟ كيف فيك تواجه التجارب والظروف الصعبة والاضطهاد مثل استفانوس؟ امتلأ من الروح القدس، وعندما نمتلئ من الروح القدس نشهد عن يسوع المسيح، نتكلم بجهارة، والله بيستخدمنا بمد يده بالآيات والشفاءات التابعة لكلمة الرب. وهي صلاتي اليوم، انك تكون حذر، منتبه، صاحي، واعي كيف تسلك بالتدقيق، وفي نفس الوقت تكون فاهم مشيئة الرب عن طريق الامتلاء من الروح القدس. الكتاب يتكلم عن يسوع المسيح، يعني لما حل الروح القدس يحل عليك روح الحكمة، روح المعرفة، روح المشورة. الله لم يعطينا روح الخوف بل روح القوة، روح المحبة، روح النصح، الاتزان الروحي. عندما نمتلئ من الروح القدس نبتدي نميز الأوقات، نبتدي نعرف إرادة الله لحياتنا. الله بيعطينا الحس الروحي ندرك شو اللي عم بيصير حوالينا، بنصير نعرف شو الهدف من الوباء، بنصير نعرف شو الهدف من إرادة الله في هذا الظرف أو في هذا الموضوع. فهي دعوة للعمق، دعوة للدخول لمحضر الله بشكل عميق حتى تدرك الفكر الإلهي وتسلك بالروح القدس. هاي صلاتي اليوم، ولا تكونوا أغبياء بل فاهمين ما هي مشيئة الرب، ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة. كما أن الإنسان بيكون يعني تحت سيطرة الخمر، متأثر بالخمر، يعني في قوة أخرى بتقوده، يقول بنفس الطريقة امتلئ من الروح القدس. خلي الروح القدس هو اللي يقود حياتك، وهو اللي يعلمك ويرشدك، وهو الروح القدس اللي بيعطيك القوة انك تقوم بأعمال الرب يسوع المسيح. صليها اليوم، قل لي يا رب فرغني من أي شيء لا يمجدك، من كل عائق، من كل معطل في حياتي، من كل شيء بيمنع الامتلاء، هيك تتدفق فيي أنهار مياه حية. قال يسوع إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب، كان بيتكلم عن الروح القدس. فاليوم الرب يعطينا الصحو والحكمة والفهم إنه نمتلئ من الروح القدس حتى نكمل مسيرة حياتنا وغربتنا على الأرض في قوة الروح القدس. إذا الرب باركك بحب أسمع منك وشارك هذا الفيديو. الرب يكون معك.